في فن التبرير احنا شاطرين قوي وبنقول ثلاث كلمات: محدش علمني، ما عنديش وقت، محدش قال لي. والثلاث كلمات دول بنقولهم علشان نبرر نفسنا نقص مهارة او اننا ما تعلمناش حاجة معينة كويس وبالتالي ما بنعملهاش كويس. تخيل بقى ان مفيش حاجة من دول تنفع، لانه في بعض التجارب عملوا كده، جابوا سماعة طبية ومحتوى علمي وشخص في سابع نومة وخلوه يسمع المحتوى ده. المفاجأة بقى انه بعد ما صحي من النوم لقوا ان هو يعرف جزء كبير من المحتوى وتعلمه فعلا حتى وهو نايم. يعني حتى الحجة بتاعت مفيش وقت غالبا مش هتنفع المرة دي.